هي ماتا ميل وحو مرة هي حساسي أبو مرة هي وأنا لسكو ولا غي هاي ولسكو قصي هاي ولا كأرتد وي هاي واحد عاهي والمغلسة كل جيل واحد لوبا لسنا شرك إن لسكو تلميش اللي رادو نوسى مرب شان يتوك بيش أنا كجرنو ولسكو تغي ومحل رهداهاتا مدحة الدلك الصومالي غاركيد ويتغن لكن وحبو ما ليسا لوسو مرب ون لوسو مرب تو وحي لوسو هشي وحب بدن او كم الاخيري باش كم غيهين اما لغا ساري لكن وحبو البو حكوم ممسل صوماليا وقول سبتو وساف قرد مدحوناها صوماليا محمد عبد الله فرماجو سدح بريكور مالتو لوسو مرب على هي هذا الكوكير ماشي اللي هذا قولها شعب وهو ذا مغلسي أنا مش أقول له مغلسي وحنا هاي بقول إلى ليها دستور بنا هاي بقول ورن وإلى ليها دستور هو سجوا لكن هاي إلى ليه إيش هذا الكلام إيش كير دستور مكو إلى ليه ما موسى مكو إلى ليه هو جميل دستور هو جميل محي علي هذا اللي يسي ويركسين وحاشا لي صفة فاسن أو كلا دقيقة وجوابي قدوميها أقل كسرين ست عمل مغلسين وحي قالوا وكوها دورن من بلو إلى الدمات ولا شعب وكوها الشيء وحي أهيد واحد كنتو مشهد دستور إلى هيدا كيس سيدي قولها أقل كسرين أي شلي أي بلن قادين وقدوميها أقل كسرين وكوها دورن مغلسين أنه ملكستون جوغنها دان مهي قولها أقل كسرين وحن بلغنا إلى أن نمتاز مر والله يا مال والله ما نجيل دونه إلا وطن تكن محايا لي محايا عبد الله فرماجو مدح يونها جمهورية وحو كوي من دورة شو كوي من دستور كاس أي حسن الشيخ محمود يا شريف شيخ أحمد يقربا ويستغلوا بقبتين مت كان دو كله لمرك محونا وراه يا تاسوا إنت أسعوا سياسي وبركم مال ما دو وحي ربركي واجعلي هاي انت حق اصلا مدره يا صوماليا مركه ضد وينها رئيس صوماليا بنت سجوان ولا قلتها يا ورن ورن وحال السمية شروط دور الشوب قولها الشعب كان سوري هندسي قد بي اسارين ويكسوا بارندقين دول الدولين دول بي يبادين عبد الله عرب نلي راه دول حلوانا هو قامنا هي الرجب لنا وقتي ما ولنا ويسو قد بيين ولا هذا قصة يسو قد بيين وأكبر عن دقني وأنصحنا نور ما دحين أنا وربوس الحي ماشي لما دبر لو وحنا هي حفلة وقط بس نعي مركز دكتور حاسبه سيغل دم وربنا ما توشيو شروع ذا لا أنصحنا يوم قلها برمه كأنصحنا يان أقل كهوسي أقل كسرة وشروع صومالي إسكلا ذا أو مل أو لهي إلا وإلا وفر أما وسنة هذا هل فلي ما رحت عن هذا دورشها سقفي عدك أه ما هدي أنسحى ساء مية مبرمان كوكوي تنادى ما دور مركو لما هدي أنسحى دون تا لما أقول ووحش رقية أه أو سومالي لسه ميو ملو يلي هدا مو ناقة إني نسوي ما فينا يا حي لي النجا وحنول من برلمانها ديسمبر لواتي تدوه يا ده ما نتكلم هالك شو قدي سومالي جدا بسوق هذا هذا جدار شو هذا؟ وحال الربا جدك وحكوي ما راح يو بوندو بوندو أش نبيه ويه ونبيه بوندو لو قد بالربا بوندو دي مركان نبيه هذا أو بوندو دي كده كده كلامنا إيه دورشة يتابع يمشي سوال يسعتي بوندو هذا يجو أنتاي أو أي جو أي ما حال دي لما قد بهي مركب بوندو دو واقع أي هل خالص جو دورشة ما هذا يمان دي مايا وحال الرامين هيا وحال الرامين الدومو لو قدبو سيلو قار ماشي لو سعودي هذا كله سعودي توماس وحاو ايه شي سياسي دو ايمر دريق انشيق هيا ودريق شرعي اها ايه لو سعودي هديو صوحر ما ابوندو ايه قولي ولا قارسين ويا قفي عد وإلا يراهنا قفي عد لما قارسين كرا مرت الدومه لغاتو هل لو قدبسي سوبالي هو يوسي سعودي هو سعد في الصومالية مركب مكون غنايا إس أفقرت لسكو أفقرتو
dhamaan saamilayda siyaasadeed oo ay ugu horeeyaan dowladyada oo ay ku jiraan xisbiyada siyaasadeed oo ay ku jiraan ururada bulshada dhammaan oo dhammaan Soomaaliya oo dhan ay isu imaadaan oo ay aadaan weeye wax isku ogyahay qof iyo laba iyo saddex hadday damcaan inay wax ayaga keliya halkan gashadaan waxaan u malaynayaa waxaan socolina weeye doorasho qofii cod ah doorasho qofii cod ah doorasho qofii cod ah gudoomiyaha gobolka banaadir baa ugu dambeeyo darar lahaa xamar waa kooda qusoomi kartaa xamar shalayto waxaan fiirsanayay sanca meel la yidhaahdo baa ninku dhintay ama qofba ku dhintay nin inagu xamaaqano qofba ku dhintay qabrigii loo qaadahayay meel loo barsiyaa la waayay inaad arkisay waa laga yaabaa kulligii haantool baa lagu qaaday haantool baashii oo waagi baadiyaha joogay baa lagu qaaday waa xamar dhexdiis isla maqribkii xalay ahaa kow iyo tobanka saac iyo barkii hoteelka ugu qaalisanaa ugu qurux badnaa baa la galay oo masaakiin ay ku dhamaatay ilaa lix iyo toban qof baa hadda la sheegaya inay ka badatan waa laga yaabaa waxaa yaallo intaasoo isbaaro intaasoo dhagax intaasoo magaciisa ah baabuurta waa la baarahayaa annagoo wax dhibaana ama sanatarra ah markaasu xulno waa kana baalkigii muxuu ahaa fiiri waa gudbahayaan maya waa la fiiri see ku gudba marka baabuurka ileed qarxiya xalay see masaakiinta shaaha u doonta meesha ugu dhamaadeen soomaaliya marka waxaan rabaa inaan u sheego riyo maalmeedka ha laga baxo rabitaan qof u leeyana ha laga baxo ha loo soo jeesto maxaa la yidhaahdaa in lasu imaado oo lasu tanasulo oo la wadatashado oo dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah iyo labada muxuu ahaa labada gole iyo ururada bulshada iyo axsaabta siyaasada la isu imaadaan war maxaa noo dara la yidhaahdo meesha ilid ugu qarxiyay waa ka cidda feel soo gelaysa oo dhahaysa waxaan muxuu ahaa waxaan samaynaya doorasho qofii cod ah cid dhahays yaa waay markaan joognay nuusomareeb aad bay u hadleen dowlad goboleedyadii madaxdoodii waa wada dhegaysanaynay in laysugu noqdo nuusomareeb tirii in muxuu ahaa waxay ka soo baxoo fiican haddana la isgaarsiiyo laakiin madaxweyne waara warkiisii baa meel ku dhignaa fuusad dabada gadulashina biyaha ku shubno ma socono suuya doorasho qofkii cod baan aadahayaa nin kale waa fuusto biyaha dabada gadulashina biyaha ku dhaaminahayo oo diidan in lasu imaado waxaan u tacsiyeynahayaa dadkii ku dhammaaday maxaa la yidhaahdaa xalinto hoteelkaas oo masaakiinta ahaa ee meesha u tiri inay isaga soo shaax cabbaan oo iyagu waxba qalabsan dhammaan u tacsiyeynaynaa waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado saddexda gobol ee jubbaland gobolka duqooda dhexe weli waa nagamaqan yahay insha allahu waa heli doonaa haddii tababarku uu socdo oo saraakiisha isku duubanto oo bulshada reer jubbaland isku duubaan insha allahu shabaabku tabar ma lahan tuuga weeye dhuudhuumanayse waa tegi doonaa gobolkii baaxadda weynaa ee soomaaliya gobolka labaad ka ahaa markii bari laga reebo gada ugu weyn baa ilaahay ku manaystay inuu jubbaland uu ka mid ahaa waxaad u malaysaa in la siyaasadeeyey waxaan filayaa raggii halkanka soo bilaabay oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka oo kow iyo tobankii laba kun kow iyo tobankii halkanka soo bilaabay iyo rag badan oo meesha fadhiyo dhuumaalay ka mid yihiin waa joogaan laga bilaabay xilligii halgankaas la bilaabay al-shabaab inaan la dagaalanno ilaa shalayto doolow iyo beled xaawo weligeed qarax kama dhicin doolow iyo beled xaawo weligeed qarax kama dhicin kow iyo tobankii sano ama laba iyo tobankii sano oo halgankan ku jirin doolow al-shabaab inay tagaan weligeed kama dagaalamin habeen dhexdaasay tageen baabuurna waa ka qaateen qofna waa ku soo dileen luuq waa weerareen oo qofbay ku dileen saakeyto hadda intaa meesha fadhinay information aan helaynay beled xaawo qaraxba ka dhacaa leeyahay haddeer waa farihii waxaa ka baxay amniga yaa ka baxay amniga faraha marka ciidamada jubbaland ee joogi jiray ee meesha ka shaqaynahayay amniga sugahaya waa la siyaasadeeyey waa laga bixiyay meesha waa laga bixiyay waxaasoo dhan marka waxaa weeye in dib loo eego oo la soxo baa loo baahan yahay annaga haddaan reer jubbaland nahay mar walba nabaddaan jecelnahay haddaan federaal ahay oo xagga aan jiray iyo haddaan joogaba sidaad ilaahay madaxweyne ku-xigeenka hore baan ku sharfanahay markaan xafladaha istaagaya madaxweyne ku-xigeenka hore baa li leeyahay sida loo leeyahay madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed sidii loo leeyahay madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud anna markaan la joogo waxaa leeyahy madaxweyne ku-xigeenka ah senatorka sharaf bay ii tahay waa inaan marka mar walba aan muxuu ahaa aan danaheeda ka taliyaa wey aayadeeda